نتحدث أكثر عن الموضوع من دبي. ينضم إلينا الآن رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب رائد الخضر. مرحبا بك وشكرا لحضورك معنا رائد. ضربة قاضية ليست قاضية على ما يبدو كما كان البعض يتوقع، وتصريحات البيت الأبيض تشير أنه قد نرى طاولة حوار مع ثاني أكبر، يعني بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الموضوع انتهى أم لم ينتهي؟ كيف يجب أن نتحوط تجاه هيك قصة؟ طبعا اليوم أبرز عناوين دور التحليل في الأسواق العالمية كانت تتحدث، والتصريحات متعددة من عدة رؤوس كبيرة تتحدث عن أن العناوين الرئيسية تحمل حجم أكبر بكثير من الواقع. فعلى أرض الواقع علاقات تجارية صينية أمريكية خلال العشر سنوات الماضية تمكنت من التشعب بشكل كبير، وبالتالي الاقتصادين إلى حد ما الارتباط أصبح كبير، سواء كان لصالح الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأمريكي. لكن أي خلل في هذه العلاقة التجارية فالحرب التجارية ستكون مضرة كثيرا لكلا الطرفين، وبالتالي لدى الولايات المتحدة الأمريكية الكثير لتخسره في هذه العلاقة وعملية التصعيد. يعني كان لابد من تعود مجددا والعودة إلى حوار ونقاش وإمكانية عدم تطبيق هذه الرسوم الجمركية، وبالتالي تفادي أيضا الردود الانتقامية أو ردود الأفعال من الصين. ورأينا كيف الأسواق مباشرة تفاعلت مع ذلك، مع انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة وعودة الرغبة بالمخاطرة إجمالا. طبعا مجددا مثل هذه الأحداث مضرة بالطرفين، وبالتالي الإفكت أو التأثير يكون محدود خلال فترة زمنية مؤقتة، وتعود الأسواق للتفاعل مع المايكرو إيكونوميز. خلينا نحكي شوي ذهب. أنا لفتني جدا أنه مع إعلان الصين البارحة ارتفع الذهب مباشرة ب1%. الذهب ما يزال ملاذ آمن رائد، صحيح؟ بالتأكيد، ويعني هذا النقطة مهمة جدا في عودة ارتفاعات الذهب بمثل هذه التصريحات، هي استعادة ثقة حقيقية بالذهب كملاذ آمن، خصوصا مع تخوفات في الأسواق الأمريكية ويعني ما حدث في الأسهم التكنولوجية، وأيضا ردة الفعل العنيفة التي عم تتلقاها الأسواق الأسهم إجمالا، وكذلك الأمر التوجه حقيقة نحو الملاذات التقليدية كالذهب، خصوصا موضع الذهب. نحن عم نتحدث فوق 1320 دولار للأونصة، يعني كان عزز أيضا من جاذبية أنه ممكن يكون في عندي اختراق وقمم أعلى مما كانت سابقا، فشفنا الارتفاع السريع. لكن مع هدوء الأوضاع عاد الذهب مجددا للهبوط. يعني فنيا نحن بننظر للذهب أنه لسه في عنا موجة هبوط تصحيحية قد تعود إلى ما دون مستويات 1300 دولار للأونصة، ومن ثم يعود تدريجيا للاتجاه الصاعد، لأن أنه ذلك يتزامن مع عودة الدولار الأمريكي. يعني هذا الضعف المتوقع في الذهب حقيقة هو نتيجة عودة الدولار الأمريكي للارتفاع بعد الانخفاضات الحادة التي كانت عليه خلال الفترة الماضية. طبعا من هون جينا نظرنا إلى الذهب أنه ممكن يضغط عندي بالاتجاه الهابط بموجة تصحيحية أخيرة دون 1300 دولار للأونصة، ومن ثم العودة إلى الارتفاعات مجددا. لكن حقيقة أن الذهب ملاذ آمن عادت للتركز بشكل أكبر، رأيناها بكل وضوح خلال الحرب التجارية أو بوادر الحرب التجارية الصينية الأمريكية. طيب خلينا نحكي أوتلوك أويل رائد، لأنه نحن بنعرف أنه الحرب التجارية بتأثر مباشرة على الطلب، والصين والولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المستهلكين للطاقة في العالم. برأيك هل سنرى تأثر خلال المرحلة القادمة أم لا؟ باختصار إذا سمحت. حقيقة يعني النفط كانت يعني خفة التوتر نوعا ما، يعود ويتعزز الطلب وينتعش الطلب مجددا على أسعار النفط، وبالتالي توقعات بأن يرتفع فوق مستويات 65 دولار للبرميل WTI خلال تقريبا الشهر الحالي أو الجديد اللي هو شهر أبريل. شكرا جزيلا لك رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب الأستاذ رائد الخضر.